تبارك لك فيها. قبل الهوا حضرتك كنت بتقول انك كنت مدير استوديو، عايز اعرف بقى قصة بقى ايه اللي ودى حضرتك للفن، قولي على البدايات كده. احنا خريج اولا احنا كنا في كلية الحقوق، كلية الحقوق دي بقى انا مسميها ملهاش شريك، الله، يعني ما تقوليش انا غاوي غنى زي ولا فايزة كامل تمثيل مثلا ولا كده، ولا تمثيل زي فوز درويش، يعني لان الحقوق دي عايزه انك تتفرغ ليها تماما، ما الله. تقولش انا. فمع التمثيل كان بعد الظهر، فاحنا عندنا الحقوق احنا كلنا بلا استثناء اللي خد ليسانس حقوق ياخده قبل دخول الجامعه، قبل دخول المعهد، او بعد ما خلص المعهد، انما هو كويس. طالب ما ينفعش. فكان حضور المعهد بعد الظهريه، وعندنا محاضرات بعد الظهريه، فطبعا نسيب محاضرات الحقوق ونرجع المعهد لانه بنسبه حضور طبعا طبعا. ما كملش حضور ما تخش الامتحان. وانا ذاكرت وخدت التوجيهيه عشان اخش معهد التمثيل. طبعا عائلتنا تامنا ان انا يعني كان اخش. زمان التمثيل بقى كان يعني متاح في البيوت، انه عادي يبقى عندنا ممثل، ولا كان صعب في البيت ان والله هما انا يوافقوا؟ ابويا كان بيحب الفن، انما تمام عمتي كان نفسها ان انا اخش الخارجيه، ما كانش عندها اولاد تعتبرني زي ابنها، يعني تمام اخش الخارجيه، اخش النيابه، قضاء، فكانت حاجات بتفضل كده. بقى انما انا الخارجية مخي كله بقى في ايه؟ في الفن. تمثيل، اشوف فيلم بالليل احلم بيه طول الليل وانا نايم تاني، اتفرج عليه وانا نايم تاني، يعني مش انا عايز مش اسيب بشوف الفن. حضرتك بتمثل، انا بشوفك حقيقي في كل ادوارك، ويعني فعلا يعني بتؤدي الدور من بكل قلبي، جوارحك من قلب وبروحك وبروحي يعني. ما طب ده بيأثر على حضرتك في حياتك العادية، انك دور بقى يعني مثلا انا شفت دلوقتي دموع حضرتك وانا في الليل واخره، وبتبص كده لما كانت اللقطة بتاعت رحيم وهو قاعد جنب ابوه، انا شفت دموع حضرتك ده وقعدت انت تخبط عارفه بايديك اتأثرت. اولا الليل واخره دي انا بعتبره من اعظم ادوار انا مثلتها في حياتي. انا الله مثلت ادوار كتيره يعني مع يسرى عامل اين قلبي من اروع ما يمكن، طبعا انما ده كان المشاهد اللي بيني وبين الدكتور يحيى الفخراني خطيره جدا، فظيعة. وحتى اللي مع البنت حسنات وجلال عبد القوي، يعني لا يقل عن اسامه انور عكاشه. الله وبعدين الله اما تقرا جلال عبد القوي، انا المشهد بتاع السيده نفيسه اللي البنت ما قال هم عايزين يتجوزوا تاجر زيهم، ايوه وهي حبها مدرس في الكليه اللي هي فيها، فهم مش عايزين ده يتجوز بنت، هم عايزين تاجر زيهم. فقال الام هدى السلطان كانت اكثر من رائعه طبعا رحمه الله رائعة عليها، رائعة. انه دخل يكلم البنت نفيسه. انا ما قريت المشهد ده اللي بيكلم سيد بولا وانا قاعد في المقصوره عند السيده نفيسه، وشفت البنات طالعين من المدارس، تمنيت من الله ان يرزقني بنت واسميها نفيسه، وكان بيقول لبنته يا نفيسه العلم. الله المشهد ده لما قريته البيت انا بكيت يا حبيبي.